بعد التقرير عن مباراة الأهلي وقناة السويس في كرة الطائرة واسمعنا كابتن ميدو بيقول إيه بالظبط والجيمات وفرق الجيمات وكان إمتى كابتن عبد الله عبد السلام قدر يحرز السيرفات ويشتغل كويس جدا. خلينا نخرج للعبة أخرى مهمة عندنا ونتكلم معاهم ونقرب دوم جدا علشان نعرف كل تفاصيل اللعبة دي. عندنا معانا النهاردة في الهواء معانا كابتن محمد فاضل نائب رئيس جهاز ألعاب الماء. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء الخير يا كابتن خالد. منورنا. منورة بيك. ربنا يكرمك. ومعانا كابتن مدحت فرج مساعد مدير جهاز كرة المية. مظبوط كده كابتن مدحت. مظبوط يا فندم. وكابتن مدحت اول مره يطلع على الهواء وقال لي خف عليا شويه في الهواء بس ان شاء الله هنظبط انا وهو مع بعض مفيش مشكله خالص. ومعانا كابتن سيف ممدوح مدرب فريق الدرجه الاولى لكره المياه في النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن سيف. مساء الخير يا كابتن خالد. ازي حضرتك؟ خلينا نخرج لتقرير عن الووتر بولو وترجعوا لنا مره ثانيه عشان نبدا الحديث مع ضيوفنا الكرام. الفريق الأول لرجال كرة الماء بالنادي الأهلي بدأ في رحلة الصعود لمنصات التتويج سيجني ثمارها قريبا جدا، خاصة بعدما استفاد الفريق من المعسكر الذي أقيم بحمامات السباحة بمقر النادي بالجزيرة مع فريق بارتيزان الصربي. الأهلي استضاف الفريق الصربي بطل أوروبا سابق في عدد من المرات على ملاعبه وخاض معه عدة تمارين ومباريات ودية قوية المستوى، هو ما أكده المدير الفني لفريقنا الذي أشاد بالمعسكر موجها الشكر لمجلس الإدارة ولإدارة النشاط الرياضي على توفير هذه التجربة القوية والمفيدة للفريق. الأهلي سرعان ما ظهرت عليه نتائج هذا المعسكر وهو ما وضح جليا في مباراة الزمالك التي انتهت بنتيجة يعشقها كل محبي ومشجع القلعة الحمراء وهي 6-1. الفريق ينتظره العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة، يأمل متابع ومحب الأهلي في حصد كل الألقاب في البطولات القادمة. بعد ما شفنا التقرير الجميل وهزيمة نادي الأهلي لنادي الزمالك 6-1، وطبعا 6-1 دي نتيجة الجمهور الأهلي بيعشقها وبيحبها وفاكرها دايما طول الوقت وطول الأيام، هزيمة 6-1 الأهلي والزمالك وحوار مع الووتر بولو وجهاز الووتر بولو. كابتن محمد فاضل هنبدأ حديثنا النهاردة عن المعسكر المهم مع نادي بارتيزان أحد أقوى أندية أوروبا أو بطل أوروبا. طبعا نادي بارتيزان يعني نادي من اقوى الانديه اللي موجوده في اوروبا في كره المايه، وصربيا عامه كدوله هي يعني متربعه بقى لها فتره طويله على عرش كره المايه العالميه. المعسكر ده كان له اهداف كتير واهداف مشتركه ما بيننا وما بين فريق بارتيزان، لان هو كان عنده نفس المشكله عنده في التوقيت دوت، دي فتره الاجازات عندهم، هو عنده الاستعداد لبطولة أوروبا اللي هو بيلعب في أوروبا وبيلعب في بطولة البحر الأدريتيكي، دي بطولة بتبقى فيها صربيا وكرواتيا والجبل الأسود مونتينيجرو وسلوفينيا بيبقى بيلعبوا فيها مع بعض، هو كان عنده ماتشات النهائية في البطولة دهيت، فكان عايز برضو يعمل استعداد وإعداد كويس ليه، وتلاقينا احنا الاثنين ان احنا نعمل المعسكر ده مع بعض. المعسكر ده ليه مكاسب كتير جدا لينا كنادي الاهلي، اول حاجه الاعداد لنهائيات كاس مصر اللي هي هتبدا ان شاء الله السيمي فاينل، هنلعب مع نادي هليوبلس يوم الجمعه. السيمي فاينل عباره عن 3 ماتشات بيست اوف 3، بيست من 3 ماتشات اللي يكسب ماتشين، هنلعب جمعه وحد وثلاث مع نادي هليوبلس الاسبوع اللي جاي على طول، الاسبوع اللي جاي على طول حد تلات. جمعه حد ثلاث تمام ان شاء الله، يوم الجمعه في نادي هليوبلس، يوم الاحد في النادي الاهلي، ويوم الثلاث في ارض محايده. أرض محايدة دي مين بيختارها؟ الاتحاد. الاتحاد المصري متحددة ولا بتحددها؟ متحددة هو نادي الصيد. نادي الصيد تمام. إن شاء الله يعني يكون التوفيق لينا إن شاء الله في الماتشات دهيت. بعد الإعداد الجيد اللي إحنا عملناه، إحنا مشكورا إن إدارة النشاط الرياضي ومجلس إدارة النادي الأهلي وافقوا على المعسكر بتاع نادي بارتيزان، ووافقوا على دخول معسكر مغلق اعتبارا من يوم الخميس القادم استعدادا للماتشات بتاعه السيمي فاينل. السيمي فاينل باذن الله. تمام، معسكر مغلق من يوم الخميس لحد انتهاء ماتشات السيمي فاينل يوم الثلاث.
ده اعداد جيد طبعا. احنا ان شاء الله باذن الله يعني متوقعين ان احنا مش هنلجا لماتش يوم الثلاث ان شاء الله، نخلص اول ماتشين باذن الله. تاني حاجه احنا من ضمن المكاسب ان احنا من ضمن الاتفاق اللي اتعمل مع نادي بارتيزان ان احنا هيبقى في عندنا 4 مدربين هيسافروا صربيا يعملوا دوره تدريبيه وفتره معايشه لمده 2 لـ3 أسابيع مع فريق بارتيزان، يتفرجوا يتعايشوا معاهم التمرينات ويعايشوا معاهم الماتشات ويشوفوا ازاي بيعدوا الناشئين عندهم بالذات قطاع الناشئين، لان مدرسه قطاع الناشئين في بارتيزان دي تعتبر اقوى مدرسه في العالم في اعداد الناشئين. وتقريبا خريجي مدرسه بارتيزان هم منتشرين في كل دول العالم، وحاليا حتى الدول اللي هي بتحاول تتقدم في كره المياه بتبعت اللعيبه بتاعتها يلعبوا في نادي بارتيزان ويعملوا فتره معايشه في نادي بارتيزان. حاليا هم معاهم سنتر فيرود بتاع منتخب هولندا، هو حاليا بيلعب مع نادي بارتيزان. هو اكيد نادي بارتيزان مش من الانديه اللي فيها الماديات عاليه بتدي فلوس كتير، انما بيدوا له فنيات وهم رايحين علشان الفنيات دهيت. طيب احنا حددنا اسماء الاربع مدربين ولا لسه؟ لا لسه، احنا المدربين هيتم تحديدهم خلال الفتره اللي جايه بناء على ان احنا لما يجي لنا بقيه الجدول بتاع الماتشات من الاتحاد نقدر نحدد الماتشات بتاعتنا مواعيدها ايه، وبناء على الماتشات دهيت ومين عنده ماتشات ومين ما عندوش وادي فرقه اللي بتلعب وادي فرقه ما بتلعبش نبدا نحدد الميعاد المناسب لينا وبناء عليه نحدد اسامي المدربين. كابتن سيف، التبادل اللي هيحصل ده مع نادي بارتيزان فيها 4 مدربين، اعتقد حضرتك مدرب ودي حاجه كويسه للتدريب في النادي الاهلي او مدربين النادي الاهلي. طبعا هو النهج ده عامه الاحتكاك بالمدارس القويه، احنا بقالنا في الموضوع ده ممكن الموسم الثالث. احنا قبل كده كنا سافرنا المجر معسكر وبعد كده سافرنا صربيا معسكر مع برضه فريق بارتيزان، والنهارده يعني فكرنا فكره مختلفه ان احنا نستخدم الفرقه نعمل معاها معسكر هنا. يعني ده كان هيبقى شيء رائع لكل اللاعبين ومدربين وحتى حكام النهارده كانوا بيحكموا التقسيمات كل يعني كل عناصر اللعبه، يعني اكتساب خبرات لكل عناصر اللعبه بالظبط. الاساسي لعيبه ومدربين النادي الاهلي وبعد طبعا كده دخلنا على الحكام بالظبط. الموضوع بالظبط. ناس كتيره دايما بتسالني وتقول لي اعداد كره المايه او الوتر بولو اعداد صعب جدا وحياه ومعايشه غريبه شويه، يعني عارف انت هي من اقوى الالعاب الموجوده في الالعاب الجماعيه طبعا. اعدادها بيكون ازاي؟ هو ده اصلا سبب شويه في ان هي يعني شعبيتها اقل من بقيه الالعاب، ان هي مش سهل تلعبها وانت مش جاهز. يعني ممكن لو كره القدم اي حد هيحط طوبتين في الشارع ويلعب يعني، لكن الووتر بولو فعلا من الالعاب اللي لازم تكون على مستوى بدني جيد علشان تقدر تلعبها. طبعا المهارات اللي هي شبه على فكره هاندبول شويه اكيد، بس في المايه حتى نفس عدد اللعيبه بالظبط صح بتحط تمام صح كده اتفضل كده. بس الاعداد بيكون زي اي رياضه، 4 مسارات بدني تكتيكي فني ذهني حيل. دول اي مسار في اي فرقه عندها اعداد بتركز على الـ4 مسارات دول. كل فرقه بقى يعني مثلا احنا جبنا بارتيزان النهارده علشان هم كمستوى اعلى مننا شويه، فالاحتكاك معاهم كل يوم تقسيمه وكل يوم ماتش، فده هيرفع مستوى الـ4 مسارات دول عندنا اذا كان فني بدني تكتيكي حتى ذهني يعني. هايل. كابتن مدحت كنت تقول النادي الاهلي يعني خليك انت مساعد مدير جهاز الوتر بولو في النادي الاهلي، لكن خلينا نتكلم على حراس مرمى النادي الاهلي بانك حارس مرمى كبير وحراس المرمى، اخبار حراس مرمى عندنا ايه؟ والله عندنا حراس مرمى يعني على قدر عالي يعني. على قدر عالي من لا كفاءة عالية طبعا كابتن مصطفى، وعندنا في المراحل الناشئين ناس مجتهدين جدا، ويمكن هو الجون في الووتر بولو هو آخر خط دفاعي للفريق فيعتبر أكتر من نص الفرقة، وبيسهل على اللعيبة كمان في الهجوم. يعني الجون لما يبقى قوي في الووتر بولو الديفنس ما بيطلعش كل اللي عنده وما بيحرقش طاقة عالية كتير وبيحوشها كلها للأتاك، بخلاف لو الجون ضعيف بيطلعوا كل مجهودهم في الديفنس والبلوكات والاحتكاك باللعيبة فما بيبقاش عندهم قوة يهجموا بالكفاءة المطلوبة. يعني كابتن مدحت فينا واحد دارية كتيرة في مختلفة شوية اللي أنا عارفه في
كره الميه او الوتر بول في النادي الاهلي. النواحي الاداريه، اخبار النواحي الاداريه ايه في النادي الاهلي؟ بتتعب مع اللعيبه ولا اللعيبه الدنيا سهله معاها؟ مفيش مشاكل عندك في النواحي الاداريه؟ اللعيبه ليها مستحقات دايما، سواء عقود ودفعات من العقود ومرتباتهم الشهريه من بدلات ومن مستحقات. عندي طاقم اداري كفء يعني مور ذان بروفيشنال بقياده كابتن عمرو ممدوح، وهو جون برضو كان جون النادي الاهلي، ومعاه كابتن سامح العشري وكابتن خالد وكابتن ريشه وكابتن احمد هشام. ده طاقم اداري بيخلص اي حاجه في النشاط الرياضي بخصوص كل مستحقات اللعيبه وكل الاجراءات، حتى المعسكر اللي احنا ان شاء الله بصدد الاتفاق عليه قبل البطولة العربية. المفروض ان احنا هنبتدي بقى نشوف هنحجز في اوتيلات ايه وتأشيراتنا ازاي وكل الاجراءات الادارية البيبر وورك اللي بيستلزمها سير لعبة الووتر بولو كلها بتبقى على عاتقي انا والفريق اللي معايا. تمام. تدريبات صعبة جدا كابتن سيف، يعني خلينا نقول انا عارف ان الاجواء بتكون الميه سخنه وكل حاجه متواجده في النادي الاهلي، لكن الاجواء صعبه، بيتمرنوا متاخر، ازاي اللعيبه دي بتقول لهم تعالوا؟ يعني احنا جوه صاله الهاندبول بنخش صاله مقفوله، انت بقى في الهواء الطلق يعني عارف انت بيقتنعوا ازاي؟ يعني ازاي اللعيبه دي عندها الحماس والروح ان هم يجوا كده؟ يعني اللعيبه دي عندها شغف باللعبه، ده اول حاجه، لان احنا ما بنعتبرش لعيبه يعني محترفه بالشكل الكامل، احنا عندنا الطلبه كلهم في الجامعات وعندنا ناس بتشتغل، فاحنا سامي بروفيشنال. التعود بقى من ان احنا من واحنا صغيرين خالص عندنا التمرينتين بتوع الصبح وبعد الظهر دول، بيحصل ان الواحد جسمه حتى بيتعود عليهم، فبعد شويه هي بتبان لاي حد بره ان هو مجهود شاق ويعني جبار، لكن تراكمات السنين ومن الممارسة بتخلي الموضوع ده بيبقى طبيعي بالنسبة لأي لعيب يعني. بس قول لي يا كابتن فاضل دلوقتي اللاعبين عايزين بس نطمن حاجة على قطاع الناشئين، أخباره إيه في النادي الأهلي؟ لا احنا عندنا قطاع الناشئين الفترة اللي فاتت فيه تطور جامد جدا وملموس، علشان احنا الفترة اللي فاتت كنا جبنا خبير صربي كان مدير قطاع ناشئين ومسؤول عن الاكاديميه، اكاديميه كره المايه. الاكاديميه فيها تطور، بدانا نكون الفرق في سن مبكر ويتم الاعداد ليها بطريقه علميه اكتر. بدانا نعمل لهم معسكرات، معظمها معسكرات داخليه بتبقى في الغردقه او في المدن او ساعات في اسكندريه. احنا عندنا الحمد لله حاليا قطاع الناشئين الفرق اللي لعبت لحد دلوقتي عندنا فريق 2002 جايب ورقه كامل. طبعا انا عندي فريق 2002 هو وهليوبلس على متصدرين البطوله، طبعا هو ونادي الجزيره المنافسين اللي هم الاساسيين بتوعنا. احنا عندنا هنلعب سيمي فاينل مع نادي الجزيره في فريق في 2002، والكسبان السيمي فاينل برضو بيست من ثلاثة، والكسبان بيلعب الفاينل من خمس ماتشات، اللي يكسب ثلاث ماتشات. نفس الكلام في 2004 احنا برضو بنلعب سيمي فاينل. 2001 هي انتهت، المرحلة دي انتهت، احنا طلعنا تاني، وده يعتبر كويس ان فريق 2001 كان يعني من الفرق اللي كانت في بداية استلامنا للجهاز كانت تعتبر فرقة يعني تكوينها كان ضعيف شويه، لان هي كانت اتكونت في فتره بطريقه يعني متاخره شويه، فما خدتش الجرعات الكافيه من التدريب. عجبني صراحه ان هي دخلت متاخره شويه، عجبني قوي. فعلا كانت اتكونت في توقيت متاخر، فما كانوش اخدوا جرعات كافيه من التدريب. حاليا طبعا يعني احنا وصلنا ان احنا بنلعب مع فاينل السنه دي، وان شاء الله يعني السنه الجايه نكسب. بيت الفرق الناشئين كلها يعني احنا بنلعب سيمي فاينل، وان شاء الله هنلعب فاينل النهائيات، على مشارف النهائيات في كل المراحل. تمام. وده يعني يعتبر تطور كويس جدا في كره المايه، لان كره المايه كانت في فتره من الفترات كانت بدات تبقى ضعيفه شويه جوه النادي.
تمام. بس الحمد لله. خلينا نقول خبر مهم حالا، ان الاستاذ خالد درندلي رئيس بعثه النادي الاهلي في الجزائر كلم كابتن محمود الخطيب وقال له ان في استقبال حافل حصل من شركه المؤمنين العرب، وده دايما شركه المؤمنين العرب في كل الاماكن في افريقيا بتكون مع النادي الاهلي قريبه جدا جدا. كابتن الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كلم المهندس صلاح محسن رئيس مجلس اداره شركه المؤمنين العرب، اعرب عن شكره وامتنانه بالمقابله والحفاوه البالغه اللي حصلت لبعث النادي الاهلي من شركه المؤمنين العرب اللي بتقدم كل التسهيلات لبعث الاهلي في الجزائر. داخل خبر مهم كنا لازم نقوله لسه حالا وصل لنا. كابتن سيف، مين ابرز المنافسين لينا في المسابقات المحليه؟ احنا السنه دي ان شاء الله عندنا 3 التزامات، الدوري وكاس مصر والبطوله العربيه ان شاء الله. بالنسبه للدوري احنا خلصنا الدور الاول واحنا في المركز الاول حاليا قدام نادي هليوبلس ونادي الجزيرة. في الكاس إن شاء الله عندنا زي ما كابتن فاضل قال عندنا السيمي فاينل هيبدأ يوم الجمعة أو الحد والثلاث، وهتبقى مواجهات صعبة جدا مع نادي هليوبلس لأن نادي هليوبلس هو حامل لقب البطولة دي. هتبقى يعني مواجهات مصرية سيمي فاينل، لازم يعني لازم خروج المغلوب. دايما المنافسين في كل سنة بيبقى هليوبلس والجزيرة، وطبعا الاهلي وهليوبلس والجزيره هم اكبر 3 انديه حاليا في مصر في اللعبه. واهو احنا دلوقتي حاليا في الدوري ماشيين كويس في المركز الاول، في الكاس ما هو سيمي فاينل يوم الجمعه ان شاء الله يبدا، والبطوله العربيه بقى ان شاء الله من 1 مارس لحد 6 مارس ان شاء الله. طب 6 مارس ان شاء الله. كابتن مدحت، في ملاحظه لاحظتها في السنه دي في مسابقات الاتحاد، عدم وجود محترفين متواجدين داخل الفرق. كان دايما الفرق بتبقى فيه محترفين، لكن الاقي هليوبلس معاه، جزيره معاه، النهارده بقينا ايكوال، مفيش حد محترف. هو الحقيقه هو مجلس اداره الاتحاد والجمعيه العموميه اللي تمت خدوا قرار بان هنمنع قدوم المحترفين، ومعظم الانديه وافقت عليها لسببين. سبب اشق مادي، لان معظم الانديه ما عندهاش استعداد انها تدفع فلوس لمحترفين عشان يجوا يلعبوا بطوله ويمشوا او سيزون ويمشوا. في بعض الانديه احنا منهم كنادي اهلي، الشق الفني بقى احنا عايزين نعتمد على رجالتنا وعايزين نعتمد على قطاع الناشئين بتاعنا ان هو يصعد لنا للدرجه الاولى ناس على نفس مستوى الناشئين، ويبقى احنا وفرنا على النادي مبالغ كويسه. وده اتفاق الجمعيه العموميه وهيتم تنفيذه خلاص. تمام. كابتن سيف، وجود المحترفين بتنقل الخبرات. الاتحاد رفض ده، دي بتاعه الاتحاد ما عندهاش مشكله. طب تناقل الخبرات ياخدوها منين الاولاد؟ يعني هل ده انت شايف افيد عدم وجودهم عشان الاولاد بتوعنا يطلعوا ويظهروا لفوق، ولا وجودهم كان احسن عشان يتعلموا منهم خبرات ويتناقلوا الخبرات؟ والله هو المحترفين في مصر ممكن بقى لهم 15 سنه بيجوا في هليوبلس والجزيره، بس احنا بدانا خدنا برضو المنهج ده من سنتين بالظبط، ابتدت تيجي المحترفين. انا مع وجهه النظر اللي بتقول ان المحترفين اضافه، لان الخبرات المكتسبه يوميه، ازاي بيجي في ميعاده، ازاي بيتمرن بقوه، ازاي بيجي مركز، ازاي كل ده درس من غير درس، يعني من غير ما تقعد حد تفهمه، هو بس شايف مثل قدامه وبيشتغل عليه. لكن طبعا قطاع الناشئين لازم بقى يفرز، ولازم طبعا نعتمد على رجالتنا في وقت من الاوقات، بس طول ما احنا عندنا فرصه نكتسب خبرات. احنا النهارده وجبنا فرقه نتمرن معاها، طب احنا عندنا فرصه يبقى عندنا 2 كل يوم معانا طول السيزون، بالضروري هيرفعوا مستوى الاولاد من كل النواحي بقى. ده اكيد. بس يعني كابتن خالد، احب اضيف بس حته صغيره في الحته ديت، ان القرار دوت كان اتخاذه من الاتحاد او من الجمعيه العموميه للاتحاد المصري للسباحه متزامن مع تحرير سعر الصرف للدولار. بمعنى ان كان اللعيبه دي بتقبض بالعمله الصعبه. تمام، باليورو. باليورو. فالتوقيت اللي اتخذ فيه هو التوقيت اللي كان فيه تحرير سعر الصرف، اللي الدولار وصل فيه لحوالي 20 جنيه او 19 جنيه في التوقيت ده هوت، واليورو كان معدي في حاجه و20 جنيه، فنط من 9 جنيه تقريبا ل 20 جنيه. فبقت التكلفه بتاعه استخدام المحترفين بقت عاليه جدا، ودي برده من الاسباب اللي كانت شجعت الاتحاد، وكان برضو هو توجه من يعني من الاتحاد على التوفيق، ومن النادي كمان الاهلي، ان احنا كنا برضو يعني لينا توجه في الحكه دي، ان احنا بنوفر العمله، كان ساعتها
في اتجاه لتوفير العمله في الدوله، فاحنا كنا متخذين اتجاه تدعيم الدوله بان احنا نوفر العمله ان احنا ما نجيبش محترفين. دي حاجه كويسه جدا جدا. لكن خليني اقول لكم هنخش على اهم جزء في الحوار وهو 6-1 ونتيجه يعني بتكون كل ما نقول 6-1 لجماهير النادي الاهلي يعني في حاجات كثيره كلام كثير بيتقال على 6-1. كابتن فاضل 6-1 ايه ده؟ 6-1 ديت يعني علامه تريد مارك. تريد مارك خلاص. دي علامه لدرجه يعني واحنا بنتفرج على الماتش يعني كان في احد جماهير نادي الزمالك يعني كان بينده على اللعيبه يقول لهم دخلوا حتى جون في نفسكم عشان ما يخش 6-1. لا 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 ان شاء الله ياخد 7-1 اكتر بس ما يبقاش 6-1 ما يبقاش العلامه دهيت. يعني طب ازاي حصل؟ يعني احكي لنا اشمعنى 6-1؟ ما كسبتوش 5-1 ليه؟ ما كسبتوش 4-1 ليه؟ 7-1 اشمعنى 6-1 وقفت عندك؟ كنتوا متفقين ولا يا كابتن؟ يعني تحس ان هو كان في احساس داخلي من اللعيبه ورضا بالنتيجه دهيت لدرجه ان احنا فعلا في اخر هجمتين يعني ضيعنا الكوره. فعلا كان في امكانيه ان احنا نجيب جون او اثنين في الاخر بس تحس ان اللعيبه يعني عايزه السكور ده يخلص كده. كابتن سيف عملت ايه مع اللعيبه ضيعت الكوره؟ لا قاصدين ولا مش قاصدين ولا ايه بالظبط؟ عايزين نعرف الكواليس بتاعت الماتش على فكره. مشي هو يعني نادي الزمالك بقى له فتره بعيد عن الووتر بول وهم بداوا تاني يخشوا الدرجه الاولى السنه دي. احنا قابلناهم مرتين، مره في الدوري كانت النتيجه 11-4 وفي الكاس 6-1. ما فيش اي حاجه يعني طبعا ما فيش اي حاجه مقصوده. احنا الماتش مشي 2-0 الاول، بعد كده 4-1، بعد كده 5-1، وبعد كده 6-1. لقينا نفسنا في اخر 30 ثانيه هي 6-1 واحنا معانا الكوره. هو الوضع بقى كده مره واحده، هو الوضع كده كان هم عايزين كده. هم طبعا يعني انا ما اعرفش بقى كان في اتفاق يبقى كان ضمني في المايه بينهم بينهم وبين اللعيبه يعني. طيب هي كابتن مدحت ايه ليك تعليق على اي حاجه؟ مش عارف ليه بره الموضوع يعني. لا عايز في باعتبار ان حضرتك اتكلمت في الكواليس. كواليس كان كابتن وائل عزت رئيس الجهاز، جهاز العاب الماء، اخر هجمه كان باصص للساعه هو عايزها تخلص دلوقتي، يعني عايز الوقت يخلص عشان يفضل السكور 6-1 لان احنا حابين النتيجه تطلع. انت حابب ده؟ اه طبعا طبعا. في تنسيق بين جهاز اتحاد السباحه والانديه بنظام المسابقات ولا ده ما بيقعدش على الانديه في حاجه؟ لا ازاي، في تنسيق طبعا ما بين الاتحاد ورؤساء الاجهزه وكابتن محمد فاضل وكابتن وائل على علاقه طيبه جدا بالمهندس ياسر ادريس. حتى في جانب انساني في الموضوع، هم اصدقاء من قبل ما يبقوا. انتوا عيله يا كابتن؟ انتوا عائله؟ الحمد لله. هي اسمها عيله السباحه. عيله يعني السباحه مع ان انا احب ان هي تتقال عيله الووتر بولو، بس هي اصلا على جميع الاصعده اسمها عيله السباحه. بس انا اول مره اشوفك هادي يا كابتن مدحت، يعني اول مره احس انت جاي. وجودي مع حضرتك يا فندم شرف عظيم ليا ولازم ابقى حاسب. الاجوان يا كابتن، انا اجوان طول عمرها انت عارف الاجوان يعني بصفه عامه في الالعاب الجماعيه يعني عندها حته زي عندها حته بتحنوا لبعض. بس هو مريح النهارده مني صح؟ لا هو مدحت بس يعني في دور برد كدهوت هو اللي مخليه هادي النهارده شويه. الحمد لله. النهارده تنسيق بين الاهلي واتحاد السباحه الوضع بيكون ايه؟ في نظام المسابقات بالذات، بتكلم عن نظام المسابقات، هل فعلا في اراء بتتاخد بين جهاز السباحه وبين الاتحاد ولا الاتحاد ماشي في اتجاه والانديه ماشيه في اتجاه؟ لا لا، هو في بدايه السيزون بيبقى في اجتماع فني بيتعمل بيحضروا المديرين الفنيين و يعني مندوبين عن الانديه، وبيتم اللي هم بيقعدوا مع اللجنه الفنيه في الاتحاد ومع لجنه المسابقات وبيتم الاتفاق على الصوره اللي هيخرج بيها سباقات السيزون من دوري او من كاس. وبعد كده بيبدا الاتحاد يحط الجداول، الجداول دي بيتم مناقشتها اكتر من مره وبتتبعت لينا، بتتبعت للانديه كلها مش لينا احنا بس، بتتبعت لكل انديه مصر وبيتم مناقشتها. ولو في تعديلات او في يعني حاجات مش مناسبه في مواعيد او حاجه بيتم تعديلها الى ان بنوصل للصوره النهائيه اللي بتبقى بترضي كل الاطراف. تمام. كابتن سيف عندنا تحديات مهمه لفريق ووتر بولو زي ما هشوف في التقرير، وقال ان ووتر بولو بيصعد الى رايح لمنصات التدريب. كابتن فاضل قال لنا ما شاء الله كل فرق عندنا. تمام. التحديات اللي جايه عندنا الفريق الاول ايه؟ اول حاجه يوم الجمعه اللي جايه اول ماتش في الدور قبل النهائي لكاس مصر مع نادي هليوبلس، دي هتبقى اول مواجهه زي ما قلت لحضرتك قبل كده، مواجهه صعبه. نادي هليوبلس حامل لقب البطوله دي، واحنا عندنا ان شاء الله استعدينا كويس واحنا عايزين نغير ده وعايزين نبقى احنا بطل النسخه بتاعه السنه دي ان شاء الله. دي اول واحده. دي بس انا عارف انت كسبت هليوبلس قبل كده الدوري. في الدوري. في الدوري السنه دي يعني في الحمد لله مكسب قبل كده. لعبنا مع هليوبلس السنه دي ثلاث مرات، اول واحده كانت كاس السوبر خسرنا بنالتيات، بعد كده في الدوري كسبنا،
فرق 2 تقريبا. وبعد كده في كاس مصر الدور الاولاني الادوار التمهيديه كان برده كنا بنجرب لعيبه كتير جديده ف يعني خسرنا الماتش ده. ان شاء الله الماتش الجاي وضع مختلف معانا الجمعه الجايه طبعا خروج المغلوب خلاص يعني احنا مفيش بقى وقت تجربه واي حاجه هنبقى ان شاء الله استعدينا في المعسكر ده كويس جدا وان شاء الله الجمعه والحد والثلاث تبقى مواجهات مصيريه. لعبتنا والحاله النفسيه ليها حاجه مهمه جدا بالذات انت بتقولي في لعيبه صغيره طالعه في المنظومه يعني طبعا. اخبارهم ايه الفتره اللي فاتت؟ احنا بنجرب كل شويه لعيبه من قطاع الناشئين بيترشح لنا لعيبه من قطاع الناشئين بيخشوا يتمرنوا مع الدرجه الاولى وحتى في المعسكر مع نادي بارتيزان الماتش الرسمي كان فيه حوالي 3 لعيبه من مواليد 2000 و2001 و2002 لعيبه يعني انا شايف ان هو مساله وقت بس وهيكون لها دور مع الدرجه الاولى. الجانب النفسي دي حاجه كويسه عندنا في النادي ان اللعيب ما بيخافش من اي حاجه هو دايما حاسس رايح اي مواجهه مع اي فريق حاسس ان هو النادي الاهلي مش لازم هو قلقان او خايف او اللي هو القلق شخصيه النادي الاهلي بالظبط دي مهمه بالزبط. جدا طبعا كابتن مدحت عندنا في التحديات اللي جايه البطوله العربيه ان شاء الله خلصنا جلد. جهزنا دي اهم حاجه عندنا واحنا لسه وصلنا من الاتحاد الكويتي فاكس او ميل بيقول ان احنا ان شاء الله من 1-6 مارس عندنا بطوله عربيه هنروح احنا ونادي هليوبلس وهنبتدي خلاص من بكره الصبح نبتدي نخاطب اداره النشاط الرياضي علشان اجراءات بقى استخراج التاشيرات والاكوموديشن هناك والترتيبات كلها اللازمه البيبر ورك وشغل الورق كله هيبتدي من بكره الصبح ان شاء الله وربنا المستعان. يا رب. المنافسه في البطوله العربيه شيء مهم وانا عارف البطوله العربيه بالنسبه لكم هي البطوله الاقوى بطولات كثيره وفيها محترفين. النادي الاهلي يستعين بمحترفين في البطوله العربيه ولا النادي الاهلي هيستمر زي ما هو؟ لا احنا هنستعين بمحترفين في البطوله العربيه. البطوله العربيه نظامها مختلف شويه عن بطوله الدوري عن النظام المحلي عندنا. احنا النظام المحلي عندنا بيبقى 15 لعيب في كل ماتش. البطوله العربيه بتبقى وفقا لقواعد الاتحاد الدولي 13 لعيب بس. البطوله العربيه بتسمح باستخدام عدد 2 محترفين. احنا طبعا عندنا المدير الفني سربي وهو حاليا بيدرس السير الذاتيه لعدد من اللعيبه. هو اللي جايب ولا ده بيتعرض عليه منكم مثلا كجهاز اللعيبه لا هو اللي بيعرض علينا اللعيبه. طب كويس جدا. هو مدير الفني هو عارف طبعا مع كابتن سيف ومع بقيه اعضاء الجهاز الفني هم بيبقوا عارفين احتياجات الفريق الفنيه ايه اني مراكز اللي هم محتاجين يدعموها بلعيبه. اكيد مش هسألك اي مركز. لا طبعا اكيد مش هقول لك اي مركز صح سيف ما عجبوش السؤال اكيد مش هقول لك هتدعمه في اي مركز كامل طبعا اكيد دي حاجه سريه لا لا طبعا مش حاجه طبعا. انما هو بيرشح لنا السير الذاتيه بيرشح الناس. هو كان مدرب منتخب صربيا قبل كده وملم جدا باللعيبه على الاقوياء اللي هم موجودين فبناء عليه هو عارف ان ده تارجت مهم جدا لينا فهو بيرشح لنا الاسامي وبناء عليه احنا بنشوف افضل الناس فنيا وافضل الناس اللي هتفيد الفرقه. طبعا بنرفع الامر للنشاط الرياضي وبدور بيرفعه لمجلس الاداره بناخد موافقه عشان ناخد موافقه لاستخدام اللعيبه. البطوله طبعا تحت اشراف الاتحاد الكويتي مش نادي معين هو اللي بيشرف عليها. الاتحاد الكويتي نفسه هو اللي بيشرف على تنظيم البطوله. والاتحاد الكويتي مشكورا هو بعت في ضمن الدعوه ان هو هيستضيف الاقامه والاعاشه على نفقته الخاصه كمان بعدد 17 فرد هايل من افراد البعثه وبقيه البعثه هتبقى على نفقه النادي هتبقى لان البعثه هتبقى حوالي 21 فرد فهم في 17 الاتحاد الكويتي هيبقى مستضيفهم الاقامه والاعاشه بتاعتهم بالكامل واحنا هنستضيف اربعه واحنا هندفع الباقي بالفرق الاربعه هيتم الفتره اللي جايه ان الخطاب بتاعهم لسه جاي لنا عن طريق الاتحاد المصري للسباحه لسه وصل لنا النهارده فان شاء الله اعتبارا من بكره هنبدا ناخد الاجراءات ومخاطبه الاتحاد الكويتي عشان نعرف اماكن الاقامه ونعرف الاسعار ونعرف الحاجات وفي نفس الوقت برضو نبعت لهم الاسامي الاوفيشال بتاعه البعثه اللي هتيجي عشان يبداوا يبعتوا لنا الخطابات الرسميه اللي هنروح بيها السفاره لاستخراج التاشيرات. تمام. هل عرفنا اسماء الفرق اللي هتنافس في او هتشترك في البطوله ولا لسه بتعرفها تبيعا في المرحله الجايه؟ حاليا احنا ما نعرفش غير ان احنا وهليوبس اللي مشاركين لكن احنا عارفين ان الكويت مشارك بفرقتين
بطل الدوري الكويتي هو الكويت الكويتي نادي كويت، فده اكيد مشارك. في نادي القادسيه السعودي ده بطل الدوري السعودي فاكيد برضه هيبقى مشارك. لحد دلوقتي كلهم طبعا بيدعموا المحترفين يا كابتن، كلهم بيدعموا المحترفين خاصة برضو ان هم يمكن النواحي المادية عندهم اعلى مننا شوية ككويت وسعودية، فبيبقوا عندهم الامكانيات المادية ان هم بيجيبوا ناس. عندنا امكانيات المادية في ليه ده كابتن فاضل؟ احنا انما احنا السنة دي انا يعني يعني المعروف ان احنا مش هنبخل على الفرقه باذن الله، لان احنا رايحين نمثل مصر، مش بنمثل بس النادي الاهلي، النادي الاهلي بيمثل مصر. ما ينفعش ان احنا نروح ويظهر مظهر مش لائق باذن الله. فان شاء الله يعني احنا هندعم تدعيم جامد، وان شاء الله هنرجع ان شاء الله من البطوله دي بالكاس بتاعها يا رب، لان احنا اكتر دوله اكتر نادي كسب بطوله عربيه النادي الاهلي. لا هو بصفة عامة كمان مجلس إدارة النادي الأهلي والنشاط الرياضي ما بيتأخروش عننا في أي حاجة خالص، سواء معسكرات أو في استقدام لعيبة محترفين أسوة ببقية الأندية المشاركة عمرهم ما تأخروا علينا. تمام كابتن سيف، سؤال مهم، ليه البطولة العربية هي الأقوى وليس البطولة الأفريقية من وجهة النظر؟ والاهتمام دايما بيكون في البلاد العربية بلعبة الوتر بولو، والبلاد الأفريقية شوية أقل شوية، ليه؟ اللعبة في أفريقيا بتتمارس تقريبا فيها في 6 دول، كل يعني شمال افريقيا، مصر وتونس والمغرب والجزائر، وبعد كده العربيه كلها، بعد كده جنوب افريقيا وزيمبابوي، بس كده دول 6 فرق. هم دول زيمبابوي لحد 20 سنه كل مشاركاتهم تحت 20 سنه ما بيشاركوش بفريق اول، وجنوب افريقيا يعني على فترات ما بيبقاش فيه بطوله يعني عربيه، لان افريقيا مصر كمستوى انديه مصر مستوى مرتفع جدا، فهتبقى يعني بطوله يعني ضعيفه من المستوى الفني. على الصعيد الاخر بقى البطوله العربيه زي ما كابتن فاضل قال بيبقى عندهم فرصه يجيبوا محترفين، فبيبقى المشاركات والانديه على مستوى فني اعلى. وعلى فكره البطوله العربيه اللي بيصنع الفرق فعلا اللعيب بتاع مصر، لان هو في الاخر هم جايبين محترفين واحنا جايبين محترفين، والفرق فعلا الواسع ما بين اللعيب المصري وبقية الدول العربية هو ده اللي بيعمل فرق في البطولات العربية. يعني كابتن مدحت، التنافس بين البلاد العربية مصر هي الليد لو ما كانش فيه محترفين. يعني تكملة لكلام كابتن سيف، اللعيب المصري او فرقة النادي الاهلي او منتخب مصر بصفة عامة هو اللي بيعمل الفرق، لأن لو هنا 2 لعيبة محترفين وفي أي دولة تانية 2 لعيبة محترفين ونازلين، لو هنتجاهل اللعيبة المحترفة هيبقى المواجهة ما بين اللعيبة المصرية ولعيبة أي دولة عربية تانية. أعتقد لعبنا في كأس العالم قريب كان في نتيجة كبيرة مع أعتقد منتخب السعودية، مظبوط؟ فده في فرق كبير بيننا وبين بعض. كابتن سيف، عايز أسألك عن المدير الفني السربي، كيفية التعامل معاه واكتساب الخبرات منه؟ انا عارف ان هو يعني حد قريب جدا بالنسبه للعيبه وكده، عايزين بس نخش في الكواليس شويه. طبعا. ويتعامل ازاي مع اللعيبه؟ هو الراجل ده يعني جه في شهر 9، بدا في شهر 9. طبعا احنا كنا مجهزين ريبورت عن الفرقه ونتائجها والتفاصيل من كل النواحي زي ما قلت لك بقى، بدنيه وذهنيه وفنيه وتكتيكيه. طبعا الراجل خد الكلام ده وبعد كده ابتدى يجرب هو بطريقته، هو عايز يكون انطباعه هو عن الفرقه، ف يعني ابتدى معاهم من كل النواحي من الصفر، كانه ما شافهمش قبل كده ولا كانه حتى يعني عارف عنهم اي حاجه خالص. فهو ابتدى معاهم بطريقه يعني كويسه جدا، يعني كانه ما يعرفهمش قبل كده، وواحده واحده ابتدى يبني علاقته بواحد واحد جوه الفرقه. بيبني علاقته بواحد واحد في الفرقه بالظبط. طبعا يعني الجزء الفني التوجيه هو في منتهى الحزم، بس في نفس الوقت حزم واللعيبه مش يعني ما مش متضايقه منه. فهو في علاقه بين المدير الفني واللعيبه بتاعته، في علاقه بالظبط، هي العلاقه دي بتمشي. هي طبعا، بس هو في نفس الوقت هو ما اغفلش الجزء النظامي او الجزء اللي هو الانضباطي في الفرقه. الانضباطي في الفريق بالظبط، من اي حد في الفرقه ممكن يلاقي نفسه بره السكور واي حد ممكن يلاقي نفسه جوه، يعني ما عندوش هو. اعتقد دي يعني هي دي شخصيه النادي الاهلي، ان اللعيبه كلها تكون في التزام في انضباط. بعد كده عايز تكمل؟ لا، هو برضو تكمله لكلام كابتن سيف، هو الراجل بيبان من اول، يعني المدرب بيبان من اول اسبوع. عايزك تعالي صوتك شويه، صوتك هو يا كابتن برد والله يا كابتن، اتفضل.
المدرب ده لما وصل وعرضنا عليه كل التقارير عن أصغر لعيب، لا هو طلب كمان الحالات الإصابات اللعيبة كلها، حتى الإصابات اللي تم معالجتها كان عايز يعرف الهيستوري بتاعها. ده الدوكيمنت عند حضرتك بقى، الجهاز بتاعك الدوكيمنت جاهز طبعا، وقدمنا له ريبورت. بس حسسني ان هو المدرب كل ما يخش في ديتيلز اكتر كل ما تثق في ان هو ما بيفوتش حاجه. فده خلانا نديله نابريشيت علاقته ايه بالجهاز الاداري مع حضرتك كمدير بيطلب مساعد الجهاز، فعلاقته ايه؟ كلمتين، بيطلب بيلاقي، يعني اي تقرير هو محتاجه، اي ادوات هو محتاجها، هو بس مجرد ان هو بيطلبها احنا بنرفعها على طول لاداره النشاط الرياضي بعد موافقه رئيس الجهاز كابتن وائل عزت، وبنجهزها له على طول. سواء ادوات للجيم، سواء كور طبيه، سواء اساتك، سواء اجوان، اي ادوات هو محتاجها، حتى الفري ويتس اللي بيحتاجها في الجيم على طول بنلاقيها في المخزن وبنطلعها. فهو بيطلب بيلاقي على طول الحمد لله. خلينا من الجانب الاداري وخلينا من الجانب الفني، اخباره ايه في الحياه؟ تعود على الاكل بقى المصري وبتاعه وكده، وطلب منك حاجات قوي، وبعدين على غير العاده. أيوة. ان هو صربي، لا هو كريم بزياده، هو المدرب على غير العاده، بس مش بيعمل اكل، احنا بنعمل اكل مصري. لا هو بيعزم اللعيبه وبيجيب لهم هدايا، وكان حريص على الايمج بتاعت النادي الاهلي اكتر من اي مدرب كان موجود، فكان له طلب والحي فيه لغايه ما نفذناه، ان كل المدربين بتوع كل المراحل السنية يلبسوا وهم واقفين على التمرين سويتشيرت بتاع النادي الأهلي، والجهاز الإداري بيلبس الجاكت. فما نفذنا له اللي هو عايزه، لقينا فعلا في إيمج مختلف قوي، وهي دي إيمج النادي الأهلي، وتخض. وما بنروح كلنا أي ماتش لابسين السويتشيرتات اللي هو أمر بيها، بيبقى لينا هيبة كده طبعا. أكيد كابتن فاضل سباقين مع نادي بارتيزيان، لكن بنطلب حاجة تانية، اخبار البطولات الدوليه في النادي الاهلي. ليه ما نعملش بطوله كنادي هليوبوليس؟ هو دايما سباق بالبطولات. ليه النادي الاهلي ما فكرتوش ان انتوا تعملوا بطولات دوليه قبل كده؟ لا او في القريب العاجل يعني. لا احنا فكرنا والموضوع فعلا تحت الدراسه دلوقتي، واحنا يعني شبه شغالين عليه بقالنا فتره، ان احنا عايزين نعمل بطوله دوليه، بس احنا عايزين نعملها مش كره ميه بس، احنا عايزين نعملها الالعاب الماء، بمعنى ان هي تبقى فيها سباحه، فيها كره ميه، فيها بالي مائي، ما تبقاش بطوله كبيره جدا، تبقى بطوله كبيره. النادي الاهلي نادي كبير، ما ينفعش يعمل بطوله، يعمل بطوله كبيره، ما تبقاش بطوله وخلاص. فاحنا فعلا شغالين عليها وهتبقى ان شاء الله يعني مفاجاه في القريب العاجل، في خلال السنه دي، خلال 2019 عشان برضه ابقى واضح، مش هتبقى في القريب العاجل قوي، لان احنا حاليا عندنا مثلا عندنا بطوله القاهره للسباحه هتبدا في شهر فبراير، وراها في نهاية مارس عندنا بطولة كاس مصر للسباحة، في نفس الوقت عندنا بطولة الباليه المائي، كاس مصر للباليه المائي، عندنا بطولة الجمهورية للغطس، عندنا نهائيات الدوريات بتاعت كرة المية كلها، وبداية كاس مصر وكاس مصر في كرة المية. فطبعا احنا في فترة يعني احنا مشغولين بالبطولات المحلية بتاعتنا والبطولات العربية زي بطولة العربية بتاعت كرة المية، انما احنا عايزين نبدأ السيزون اللي جاي اللي هو في شهر 8 و9 اللي جاي، نبدا السيزون ببطوله دوليه باسم النادي الاهلي وتليق بمكانه النادي الاهلي باذن الله. وده حاجه احنا فعلا شغالين عليها الفتره ديت، طبعا كابتن وائل، كابتن رفعت عبد القادر في النشاط الرياضي، كابتن ايمن سعد مستشار مجلس الاداره، مستشار فني مجلس الاداره. احنا شغالين فعلا على الموضوع دوت، وحاطين كذا سيناريو وحاطين كذا فكره وبندرس وشغالين عليها دلوقتي وبندرسها قبل ما نبدا نعرضها عشان تخش حيز التنفيذ. هايل كابتن فاضل، نورتنا وشرفتنا. انا سعيد جدا ان انا معاك، طبعا دي مش اول مره، يعني ان شاء الله تبقى كل مره دايما على طول مع بعض يا رب باذن الله. كابتن سيف، كابتن مدحت فرج، نورتونا وشرفتنا جدا. في نهايه حلقتنا بنشكر جهاز العاب الماء، وان شاء الله باذن الله في القريب العاجل يقدروا يحققوا المكاسب اللي هم عايزينها في البطولات اللي جايه. في نهايه حلقتنا شكرا والى اللقاء.